هذا يقول أهل أكثر أهل العلم هذا إذا لم تصرف الطرق ولم توضع الحدود، لكن إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فليس له الحق. يعني مثلا بيتي، أنا بعت بيتي، جاء جاري قال كم بعته؟ قلت له 300,000. قال هاي 300,000 رجع البيت. لا ما له حق. لماذا؟ في حدود بيني وبينه، في حدود، ما في شيء مشترك. لكن من الأدب، من الدين، من الأمانة، من الأخلاق أني أعرض بيتي على جاري أول شيء، أقول ترى ببيع بيتي، تبيه؟ أنت أولى من غيرك مثلا، وببيعه بالسعر الفلاني، تبيه ولا لا؟ إذا قال به أحق به من غيره تدينا، لكن قضاء لا، ليس أحق به من غيره. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الشفعة هي انتزاع حق شريكه من غيره بحق الشفعة. طيب،